الحب يصنع المعجزات عبارة دائما ما نستمع إليها، وربما في كثير من الأحيان لا ندرك معناها أو مغزاها، إلى أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك هو من جسد هذه المقولة حرفيا على أرض الواقع. الشاب الدؤوب الذي يملأه حماسا شديدا في خدمة نادي الزمالك، عشقا في ترابه وولعا بتاريخه ورموزه، يثبت يوما بعد يوم أحقية تامة وجدارة كبيرة في منصبه الحالي، حيث يضرب نموذجا يحتذى به في فن وحنكة الإدارة وفي ملف التعاقدات والصفقات الجديدة التي يبرمها النادي. أمير مرتضى منصور العاشق للكيان الأبيض، وهو العشق الذي يدفعه دائما للإبداع في منصبه داخل النادي، ويمنحه الإصرار الكبير على إنجازات مهامه بامتياز وإصدار القرارات الصائبة التي دائما ما تصب في مصلحة القلعة البيضاء. ويمتاز أمير عن أقرانه بالقدرة الكبيرة على المزج بين الصرامة وإحكام السيطرة على المنظومة الكروية داخل نادي الزمالك، وبين التعامل الإنساني الراقي واحتوائه للاعبين الذين يعتبرونه بمثابة الأخ الأكبر. واستطاع أمير مرتضى منصور في إعادة الضبط والربط للمنظومة الكروية داخل جدران ميت عقبة بقدراته الفائقة على جمع الشمل وخلق روحا من الود والحب الذي يسيطر على جميع أفراد المنظومة، مع فرض الالتزام التام والتفاني في العمل من أجل إسعاد جماهير النادي العريضة. أمير مرتضى منصور انتزع لقب دينامو الزمالك بحماسه وعشقه وإخلاصه للقلعة البيضاء، ووضع مصلحة النادي فوق كل اعتبار ليصبح كادرا إداريا يحتذى به في الكرة المصرية. صفقات بالجملة من كبار النجوم الذين انضموا لصفوف الزمالك في المواسم الأخيرة، كان أمير مرتضى هو كلمة السر فيها، ليبقى هو رجل الصفقات الأول داخل قلعة ميت عقبة. جماهير الزمالك اطمئنوا على مستقبل صفقات الزمالك، فليغادر من يغادر من النجوم ويرحل من يرحل من اللاعبين، والدينامو أمير مرتضى منصور قادر على تعويض الراحلين بإبرام صفقات مع نجوم آخرين يدافعون عن ألوان قميص وشعار نادينا العظيم وكياننا العريق.